أدى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكان أمير الكويت عين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وكلفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة. التفاصيل في تقرير مراسلنا سعد العنزي. بعد يوم من اعتذار رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة قائلا إنه يريد إثبات براءته من تهم التعدي على المال العام، كلف أمير الكويت وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة، حكومة ستتولى إدارة دفة الأمور فترة قصيرة تنتهي مع انتخاب برلمان جديد خلال أقل من عام، وستواجه تحديات واجهتها الحكومات السابقة. الشيخ صباح الخالد بدأ مشواره في العمل الدبلوماسي قبل 4 عقود وتقلد عدة حقائب وزارية كان آخرها وزارة الخارجية. يتمتع بخبرة عريضة في العمل الوزاري ستمنحه الفرصة للعمل فورا لاستكمال ما بدأه سابقه من تنفيذ خطط تنموية طموحة تهدف لتحويل الكويت لاقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط. أما وزراء الحكومة الجديدة الذين لن تتاح لهم فرصة كبيرة للتعرف على وزارتهم، فسيكون تحقيق الإنجازات في وقت قصير تحديا أكبر أمامهم. ولذلك سيتم تبني برنامج عمل الحكومة القائم، وإذا كانت هناك تعديلات ترى الحكومة تقديمها بتصور جديد إلى مجلس الأمة، قد يكون هناك بعض الرؤية أو التصور الذي يقدم في هذا الشأن. الشيخ صباح الخالد الدبلوماسي المخضرم سيحتاج كثيرا لخبرته الدبلوماسية للتعامل مع برلمان يعيش عامه الأخير، ويسعى كثير من نوابه لتعزيز فرصهم في إعادة انتخابهم من خلال تشريعات شعبوية ومن خلال استجوابات للوزراء. لابد أن تقدم الحكومة بعض التنازلات فيما يخص القوانين الشعبية، يعني هناك بعض القوانين كزيادة علاوة الأبناء مثلا أو زيادة المتقاعدين أو إلى خلافه، هنا مثل هذه القوانين التي مضى عليها 25 عام و 20 عام لم يعاد النظر فيها، لابد من الحكومة أن تتنازل وتعطي بعض أعضاء مجلس الأمة الأريحية في التحرك في الموافقة على القوانين وفي رفض القوانين. وتبقى المطالبات الشعبية بتحقيق التنمية ومكافحة الفساد على رأس سلم أولويات الشارع الكويتي. الآن وبعد أن حسمت قضية تكليف رئيس الوزراء تتجه الأنظار إلى نوع الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على التصدي للقضايا المطروحة عليها في الوقت القصير المتبقي لها قبل موعد الانتخابات المقبلة. سعد العنزي، سكانوس عربية، الكويت. معنا عبر الهاتف من الكويت عضو مجلس الأمة الكويتي السيد علي الدقباسي. أهلا بك سيد علي معنا على سكاي نيوز عربية في برنامج المساء. سيد علي، دعنا نعرج على شخصية رئيس الوزراء المكلف الجديد في الكويت وآفاق هذا التكليف، كيف قرأها الشارع السياسي اليوم في الكويت؟ مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. أنا أعتقد أنه شخصية رئيس الوزراء تحظى باحترام واسع لدى الشارع الكويتي وفي مجلس الأمة. أنا زاملت على مدى 10 سنوات الماضية وتقلد كثير من الوزارات، وبالتالي هو يتمتع بخبرة عريضة ويتمتع بقبول واسع وباحترام شعبي كبير. المجلس أنا على يقين بأنه سيكون يمد يد التعاون، باعتبار أن السنة هذه هناك فرصة كبيرة لتحقيق إنجازات سواء كانت مشاريع من الحكومة أو مقترحات بقوانين من الأعضاء أو متوافق عليها بين السلطتين. جرت العادة في العام الأخير تكون نتيجة البحث في اللجان في السنوات الماضية تكون تبلورت وكان في نوع من الرؤية المشتركة ما بين الحكومة والمجلس. أنا أعتقد إذا كان هناك حد أدنى من الاتفاق على أولويات محددة تتقدمها قضية الإسكان أو قضية تحريك المدينة الاقتصادية شمال الكويت، أعتقد هذه ستكون هي باكورة الإنجاز اللي طلع للنواب وأيضا الحكومة الجديدة. طيب سيد علي، أيضا هناك يعني مهام سياسية ممكن أن تكون يعني عبئا على هذه الحكومة الجديدة، هناك الكثير من اللغط التي كان في الفترة الماضية،
ما أبرز مهام هذه الحكومة من ناحية تهدئة الشارع السياسي، إيجاد لغة واحدة مع مجلس الأمة أيضا؟ الشفافية في البداية والتركيز على القضايا المطالب بها والمتفق عليها. نعتقد بأن الإجراءات التي اتخذها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله كانت إجراءات يعني سريعة وحاسمة، ووضعت الأمور في نصابها الصحيح. نحن الآن أمام حكومة جديدة وأمام دور للقضاء بما أثير من قضايا تتعلق بشبهات، وأمام دولة مؤسسات كل سيقوم بواجبه وأعماله. فيما يتصل بالتحديات وأبرزها ردا على سؤالك، أنا أتصور كما بدأت كلامي بأن أنا أعتقد بأنه هناك مساحة كبيرة لالتقاء السلطتين على مجموعة من الأولويات المتفق عليها اللي تعود بالنفع. الشعب الكويتي ينتظر إنجاز، الشعب الكويتي ينتظر تحقيق الأهداف اللي طالما تكلمت عنها الحكومة في برامجها، وأيضا تكلموا عنها النواب أيضا في قاعة عبد الله السالم. سيكون المحك الحقيقي هو الإنجاز إذا قدمنا شيء، وفي مقدمته المحافظة على الحريات والأموال العامة، وأيضا تحقيق الإنجازات خاصة التي أشبعت بحثا ودرسا في اللجان البرلمانية والوزارية. طيب سيد علي، يعني الحكومة السابقة كان فيها عصف كبير انتهت إلى ما آلت عليه بالأمس وقبل أمس أيضا، هل تعتقد الحكومة الحالية لها يعني سيكون لها تبعات ما حدث، سواء كان من ناحية المساءلة القانونية والقضائية خصوصا في ملفات الفساد؟ يعني ما الذي سيترتب على هذه الحكومة مما حدث قضائيا من ذي قبل؟ بداية الآن القضايا مثل ما بدأت كلامي قبل قليل بين صاحب السمو الأمير اتخذ خطوات وإجراءات وحيلت الملفات إلى النائب العام، وسيكون فيها دورا قضائيا، وكان هذا في منتهى الشفافية. هذه القضايا أو هذه التحديات وانعكاسها على المجلس أو انعكاسها على الحكومة والأداء المشترك للسلطتين أمر متوقع، لكن نعتقد أن كل الأطراف اللي أثير حولها شبهات الآن هم في القضاء، والآن نحن ما نعرف من الحكومة ولا في أحد بالكويت يعرف من أعضاء الحكومة. اللي نعرفه بأنه تم تكليف الشيخ صباح الخالد رئيسا للحكومة، بقى أن الشيخ صباح الخالد ينتقي فريقه، ونعرف من هي الحكومة فيما بعد، هل هم وزراء سابقون، هل هم جدد، هل هم توجهاتهم، هل هي أفكارهم، بعد ذلك نستطيع القراءة السليمة. أما الآن اللي أنا شايفه أن المدير أصبح الآن مثل ما تفضلت حضرتك خبر ماضي أمس وأول أمس، اليوم المشهد مختلف. الغبا سيقوم بعمله، الأمير عزز دورة المؤسسات، الأمير بعث برسالة واضحة للجميع يتحمل سلطاته. المرحلة أو المشهد جديد لكنه غير مكتمل، لأن الحكومة أساسا لم تكتمل. ربما يجئون وزراء سابقون، ربما لا يجئون وزراء سابقون، ما نعرف هذا المشهد كيف راح يكون. لكن أنا أؤكد لك أنه هناك يعني ارتياح شعبي كبير، وهناك تطلع إلى أن القضايا تعالج بشفافية وبحث. طيب سيد علي، أنا تابعت طبعا وسائل التواصل الاجتماعي ما قاله الكويتيين من إعلاميين وسياسيين، الكل متشائم في 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 مفردة هي مفردة الوجوه المكررة، وأيضا مسألة عدم إيجاد دماء جديدة، مسألة جلب الشباب سواء في التوليفة الحكومية والبرلمانية أو في المناصب، هل تعتقد سيكون هذا الفكر موجود في المرحلة المقبلة؟ سيدي من فضل الله نحن نحظى بحرية بإبداء الرأي، ووسائل التواصل اليوم أصبحت تعكس لك رأي العام بمختلف توجهاته، اللي متفائل اللي متشائم. لكن المشهد اللي أنا أشوفه بالكويت فيه ارتياح كبير، وبعد اتخاذ الخطوات اللي أشرنا إليها في بداية الحديث، ولا زال الكل يبدي رأيه بمنتهى الحرية. وأنا أعتقد أنه من الإنصاف أن تترك مساحة لرئيس الوزراء اللي يقود فريق حكومي في مرحلة مهمة تاريخية ومنعطف مهم، وتحديات ليست فقط داخلية، نحن نعيش في منطقة جغرافية كما تعلم فيها توتر، نعيش في منطقة جغرافية يعني فيها احتقان سياسي، نتمنى ونتطلع أن يكون عندنا نجاحات داخلية وخارجية. لكن أنا أعتقد من الإنصاف أن نترك مساحة لرئيس الوزراء يتحرك، وأيضا نرحب بما يطرح من آراء في وسائل التواصل الاجتماعي
هناك توجهات مختلفة، هناك آراء مختلفة، هناك تيارات سياسية، هناك نواب يبدون رأي، هناك مرشحين للانتخابات القادمة عندهم فكرة، هناك مجمعيات نفع عام، هناك صحافة. هذا أمر طبيعي بالكويت جدا، لكن بشكل عام أنا كنائب أتجول في يعني دواميات وأتجول في تجمعات والتقي في ارتياح للخطوات الحاسمة والسريعة، وثقتنا كاملة في قضائنا أنه سيقدم حكمة في هذه القضية، وسنكون كلنا خلف سمو الأمير اللي دعا في خطابه الرسمي قبل يوم أمس أو يوم أمس مساء يوم أمس، دعا إلى أنه إن لا نلتفت لصوت غير صوت الدولة ثم صوت الأمير. أشكرك، كان معي عبر الهاتف من الكويت عضو مجلس الأمة الكويتي السيد علي الدقباسي، شكرا جزيلا لك.